تبدأ المباراة الآن بين اللاعبين من اليابان اللاعب يوكي ساتو بالبدلة باللون الأبيض صاحب الحزام الأحمر ضد اللاعب ياسونوري ياماموتو هذه حركة خطيرة حركة خطيرة للاعب يوكي ساتو نقطتين لصالح اللاعب ساتو سويب يعني بصراحة قاعدين نشوف مباريات جميلة جدا بصراحة من قبل الفريق الياباني فعلا قاعد يؤدي أداء جوجيتسو أداء رائع في الجوجيتسو يؤدي اعتماد على القتال الأرضي انتهى المباراة استسلام استسلام اللاعب ياماموتو حركة كيمورا رائعة جدا من قبل اللاعب يوكي ساتو فنيات جميلة في الجوجيتسو المباراة القادمة راح تكون اعتقد في الوزن المفتوح بين اللعبة سولين توبياس ضد اللعبة أنا كارولينا في المباراة السابقة فازت اللعبة سوبيان بفارق نقطتين 2 مقابل لا شيء